مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله. سعداء جدا بعودة برنامج 30 دقيقة مرة تانية على الصحة والجمال. زمان وإحنا صغيرين وكنا بنروح نمتحن، كان دايما بيكون معانا مراقب في اللجنة، كان دايما يعدي علينا وإحنا بنأدي الامتحان بتاعنا. لما كان بيلاقي طالب من الطلبة مش كاتب حاجة في ورقته يقول له يا ابني اكتب أي حاجة، يقول له مش عارف، يقول له طيب انقل الأسئلة، يقول له برضه مش عارف، يقول له طيب اكتب اسمك. يمكن المصحح لما يلاقيك كاتب اي حاجه يرقف بيك ويكتب لك واحد بدل ما يكتب لك صفر. صفر المونديال هو عنوان حلقتنا النهارده. ثلاثي المنتخب الوطني، اتحاد الكوره، الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني راحوا مونديال روسيا 2018 وجعلنا بصفر وفشل كبير جدا. تعالوا بينا خلينا نرحب بضيف حلقتنا النهارده، نجم نادي الزمالك ونجم المنتخب الوطني ونجم المنتخب في كاس العالم، نجم كابتن جمال عبد الحميد. صباح الخير ونورتنا يا كابتن. صباح الخير استاذ شريان وصباح الخير على السادة المشاهدين. طبعا يعني بداية يعني خلينا نتكلم عن صفر المونديال. اتفضل. حدث ولا حرج. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك لك على البرنامج، استمرار البرنامج ان شاء الله في الصحه والجمال. ربنا يبارك وما شاء الله القناه الصحه والجمال يعني ما شاء الله متشافه وحاجه جميله وباذن الله يكون الاول على مستوى الرياضه في مصر ان شاء الله باذن الله. عايز اقول بس ان باعتراف رئيس الفيفا ان الفريق المصري القروي اسوا فريق في بطوله كاس العالم، واحنا اخترنا تاني أسوأ فريق في العالم وأسوأ فريق في الدول العربية وأفريقية. بالظبط. يعني إذا كان عربية أو أفريقية فآسيا وأفريقيا، فطبعا بالزبط. دي حاجة كانت منتظرة بس إحنا كنا مش مصدقين علشان كنا بنحب الفريق القومي، كان بيكسب بالعافية ولكن كنا برضو بنحاول نزقه عشان دي مصر، ولكن فعلا كان المستوى كان باين من البداية من أول ما مسك مستر كوبر ان المستوى ما يؤهلش ان هو يكسب فرقه قويه، او المستوى ما يؤهلش ان انت تنافسي على اي بطوله او تنافسي على اي مراكز متقدمه في حاجه كبيره يعني. انما كنا فرحانين لان عمالين نكسب 1-0 بالعافيه، نكسب بضربات الترجيح، محمد صلاح موجود معانا فعمال يجيب لنا اهداف، فاحنا كنا مصدقين الموضوع لغايه ما جينا كشفنا في المونديال يعني ما يعني ده حتى السعوديه اللي خدت 5 كسبتنا، يعني المفروض احنا على الاقل نتعادل مع السعوديه يعني. هو انا يمكن قلت لحضرتك مثال يعني اكتب اسمك في الورقه، يعني هم حتى ما عملوش اي حاجه. بس الغريب بقى في الموضوع بعد عوده المنتخب والاتحاد وكل الثلاثي المرح للبلد تاني ما لقيناش اي عقوبات. يعني انا شخصيا توقعت حاجه، توقعت عقوبات على لاعب المنتخب الوطني، توقعت إقالة الجهاز الفني بالكامل دون استثناء حد، توقعت استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن اتضح واضح جدا ان هي كانت كله كان رايح لأهداف مادية، ما حدش اصلا كان فاضي يفكر احنا هندي ايه للبلد، هنعمل ايه علشان حتى لو خرجنا نخرج بصورة مشرفة، مش نخرج بفشل زي اللي احنا شفناه. خلينا ناخد نقطة نقطة لأنك أنت السؤال ده جميل جدا يعني. أي نعم أنا ما أعرفش السؤال إيه بس السؤال جميل يعني. لا أنت سألتي 5-6 أسئلة في خلال دقيقة، حاجة جميلة. أول حاجة إن هو كان فرح بعد ما رحنا كأس عالم، فهو كان فرح فما كانش رايحين للنتيجة، إحنا فرحنا رايحين فرح جميل جدا، عيد ميلاد، رايحين حفلة في كاس العالم، مصر هتتواجد في كاس العالم، فنعمل كل حاجه بعيد عن الكوره. ده اول شق من اللي انت ده لازم نمسكه، ان 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 كانت السعاده. انت لو اتفرجتي على اخر تمرين لمنتخب مصر في الاستاد كان عباره عن تابلو من الصور والجماهير والمسؤولين وكله نزل الملعب، ومستر كوبر لا حول لي ولا قوه، مش قادر يقود، مش قادر يقول يا جماعه احنا رايحين بطوله عالميه عايزين نركز، ما فيش حاجه من دي. فده اول خطوه ان احنا فرحنا ان احنا رحنا مش رايحين عشان نعمل نتيجه، دي اول حاجه. تاني حاجه العقوبات بقى. بقول لك سؤال جميل جدا بس كان محطوط فيه 4 اسئله في سؤال واحد، فما شاء الله 4 في 1 حلو قوي. كويس. حته العقوبات احنا طبعا سمعنا
ان في لعيبه صورت اعلانات في غرف، وشوفنا سعد سمير هو حصل بالفعل يعني، هو مش سمعنا موضوع احنا سمعنا. لا هو انا باكد لك المعلومه ان هو حصل، واضيف لحضرتك كمان معلومه تاني، ان ويمكن يعني اللي متابعيني عارفين ان الكلام ده حصل. زوجة احد لاعبي المنتخب بدون ذكر اسماء، طبعا مش لازم يذكر اسماء، بالظبط يعني. كانت موجوده طول فتره المعسكر وعملت اشتباكات مع الجهاز الفني. يا جماعه انتوا ما بتلعبوش ليه؟ يعني انت متخيل وصلنا لايه؟ انا بقول لك احنا رايحين فرح مش رايحين دوره يعني. فالعقوبات شفنا سعد سمير والعمل المشين اللي عمله، وشفنا اللعيبه اللي صورت وخرجت عن النص، صورت اعلانات علشان كمان في شركه راعيه ماسكه الفرقه، فالمفروض انت ما بتعملش حاجه مخالفه عشان دي عدم مش في صالح البلد يعني. اكيد. لما اجتمع اتحاد الكوره بعد الاخفاق وقالوا لا ما فيش عقوبات، لان اللعيبه خدت فلوسها من البدايه. مين بيدي فلوس قبل الدوره؟ احنا لحد دلوقتي كاس العالم، عايز اقول بس الناس في كاس العالم اللي كل الساده المشاهدين، ان احنا جيل 90 لحد دلوقتي ما خدناش، معلش يمكن ولا خدنا مكافات كاس عالم ولا خدنا مكافاه هولندا لحد دلوقتي. يمكن احنا علشان فلوسنا كتير مش عارفين نوديها فين، فقلنا نوزع عليهم الفلوس على اساس ان احنا نلاقي نتيجه، وللاسف عشان فرحانين بالظبط. وعلشان كمان يعني حضرتك لو فاكر كل المباريات اللي قاموا بيها قبل بدايه المونديال كلها يعني ما يعني يعني ما عملوش حتى يعني اداء مرضي، كلنا كنا زعلانين، ولكن كنا بنقول اهو يمكن جايز، يمكن زي ما طلعنا صدفه لكاس العالم يمكن نكمل اي حاجه، يمكن نخرج بس بصوره يعني افضل من كده. انا يعني هم حققوا فشل كبير، وللاسف الشديد ما حدش تحمل هذه الازمه غير الجمهور الحقيقي للكوره، الشعب هو اللي تحمل، الجمهور اللي كان بيشجع بروحه وبحماسه. للاسف الشديد كل واحد رجع ولا حياه لمن تنادي، ما فيش ادنى مسؤوليه، ما حدش. لا اصل هقول لك على حاجه، من امن العقاب اساء الادب، دي اعتقد ان اكتر مقوله تنطبق على حال اللي احنا وصلنا له. عندك حق. في حته العقوبات، اما قالوا ما فيش عقوبات علشان اللعيبه خدت فلوسها، دي طبعا دي كانت صعبه جدا علينا مش انا، على الجمهور المصري الكروي يعني. تمام. ان ازاي ما تعاقبش لعيبه اخطات، فقال لك اللعيبه دي مش هنضمها للمنتخب. طب جه المدرب الجديد ولا اللعيبه دي كويسه مش هيضمها؟ هيضمها بالظبط. والناس كنت نسيت. تعالى بينا نشوف معانا تقرير، نطلع كده نشوفه فيه اجمل ما قام به المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018، ونرجع معاكم تاني. الشوط الثاني والهدف الروسي 1-0 في مونديال يحضر فيه الهدف في كل ماتشاته، 1-0 للفريق الروسي. كرة خطيرة يمشي الفريق الروسي، خطيرة العرضية والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق تشيرتشيف. الفريق المصري تحل في الدفاع، عمل برشا اخطاء في التمركز في البوزيشن، حتى موقع للدفاع المصري كارثي في الشوط الثاني، والفريق الروسي سجل الثاني. مباراة تزداد صعوبة، مباراة فيها واقع وواقعية الروس، واضح حجم الشوط الثاني. فرصة خطيرة، فما انهيار والهدف الثالث، فما انهيار للفريق المصري، الهدف الثالث عن طريق اللاعب زوبا. 3-0 برشا في سير المباراة، في إمكانيات المنتخب المصري وفي اللقاء اللي تفرجوا فيه. الشوط الثاني ما عرفناش، لكن الحقيقة برشا دفاعي، برشا كرة خطيرة، ما فما شيء، ألعب كرة والحكام يقول ضربة جزاء ثانية، ضربة جزاء ثانية رولدان، مش ممكن على اللقطة، فرصة ثانية المولد ما يخرجش من المود، يعمل ضربة جزاء أخرى، رولدان في حاجة نشوف الرمان، الفرج 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 الفرح فرح 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 للسعودي. أخيرا جول، أخيرا السعودي يسجل بعد أن هرم السنوات، بعد أن انتظر السنوات، بعد أن تعذب السنوات، بعد أن عجز السنوات، الأخضر السعودي وعاد الأرقام 1-1. سلمان الجول الفرج سليمة، ما زال خطر، ما زالت الخطورة، وفرصة الهدف الثاني، الهدف الثاني السعودي، الهدف الثاني السعودي، قاتل كرة غدا
أعزائي المشاهدين، رجعنا معكم تاني بعد ما شفنا التقرير الجميل. الجميل. لا طبعا جميل. معاكم في تليفون الحاجة؟ طيب تمام. نرجع تاني للمونديال. عايز أقول لك إن أحلى حاجة في المونديال ده هما إن كابتن محمد صلاح كسر عقدة كابتن مجدي عبد الغني. على فكرة والله يعني أنا شخصيا زي بص زي المصريين كلهم، اعتقد ان محدش هيختلف معايا على النقطه دي يا جماعه. اكيد يعني الحسنه الوحيده اللي اخذناها من مونديال 2018 ان كابتن مجدي عبد الغني شكرا كفايه عليك لغايه كده. لا وايه، ودخل هدفين مش هدف واحد. لا هو احنا كنا في كنت في ابو ظبي بحلل الماتشات ديت، كنا مغلوبين 3 وما جه ضربه الجزاء ومحمد صلاح دخل، المصريين والعرب كلهم هيصوا يا جماعه احنا مغلوبين. قال لا كفايه كده بالظبط، يعني شوف اللي هو الهدف ضربه الجزاء. انا بقول لك فعلا الهدف يعني ده عمل طفره كبيره جدا. انا عايز اقول لك حاجه، ان مجدي عبد الغني برده سنه 90 فرحنا، ومحمد صلاح فرحنا بالهدف ده. فرحنا سنه وقعد يذلنا كام سنه. بس هو ملوش ذنب. لا 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 هو ملوش ذنب. لا الحمد لله الناس اللي بتجري ورايا. انا سعيده يعني، الحسنه الوحيده يعني الحاجه الوحيده اللي فرحتني فعلا هو هدفين محمد صلاح، مش هدف هدفين. بس برضه هو ملوش ذنب، الناس اللي بتجري وراه هيقول لا، يعني جاي له حاجات حلوه يقول لا. فمجدي ملوش ذنب، اللي بيجري وراه هو اللي ذنب. خلاص انا ما جيت انتقدت اللي بيجري وراه، لان جيل 90 من شوبير لغايه حسام حسن مش مجدي بس. انما مجدي بيجي له حاجات يقول لا، حاجه جميله بتشهره. لا بالظبط، مش هقول لا بس صح ولا غلط. بس عايز اقول لك على حاجه، لا انت ازاي من الشركات اللي بتجري وراه مش منه هو. ماشي، صح ولا غلط؟ منهم هم الاثنين. مش هغير كلمتي بصراحه، معلش. لا مش قصدي، اصل انا فاهم الموضوع صح. هم بيجروا وراه علشان هو اللي جاب الهدف. بالظبط. عمره ما هيقول لا، انت جالك خير مش هتقولي لا ابدا. بالظبط. فاحنا بننتقد الشركات مش بننتقد مجدي عبد الغني. طيب تعالوا بينا يا جماعه، معانا تليفون من مدير لجنه التحكيم دكتور عزب، دينامو لجنه التحكيم بصراحه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذه، وصباح الخير على الكابتن جمال عبد الحميد كابتن مصر اللي وحشني كتير. انت اللي وحشنا يا دكتور والله، يعني انا بسلم عليك عن طريق حسام، بيوصل لك ولا لا؟ بيوصل طبعا الحمد لله. ربنا يوفقك كده ودايما داعم لينا ان شاء الله. ربنا يوفقه ان شاء الله، اللي يعني حكم دولي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله في وجودك ان شاء الله. انا عايز اقول بس كلمه لحسام، عنده اصرار عجيب، يعني مثلا كان مثلا 90 كيلو دلوقتي بقى 60 كيلو ما شاء الله. اصرار في الرجيم، اصرار في التدريب. بيجري، انا بتعامله وهو بيجري بصراحه، عايز يبقى مدرب، عايز يبقى حكم كويس. على فكره انا شفته بيعتمد على نفسه، حكم كويس جدا ان شاء الله، اتوقع انه هيبقى دولي ان شاء الله. ولا هو بيعتمد على نفسه يا دكتور، دي ميزه، مفيش حد يعرف ان هو ابنك. كل ما اقول له يا ابني بتجري ليه، يقول لي عايز ابقى انا، مش عايز ابقى الدكتور عزب. ده يمكن يعني اوقات اولاد الحكام يعني ان ابويا حكم، دي بتبقى بالنسبه لي بتعوقني في طريقي بصراحه. زي لعيب الكوره بالظبط. بالظبط. صباح الخير يا دكتور، ومنورنا والله النهارده، سعداء جدا بمداخله حضرتك. برنامج، وربنا يوفقك دايما ان شاء الله. ربنا طبعا. معسكر حكام بورسعيد ابتدى يوم 12 في الشهر ان شاء الله، وهينتهي يوم 30. عايز اعرف من حضرتك سؤال، يعني جالنا كتير جدا وحكام كتير عايزين يعرفوا اختيار حكام معسكر بورسعيد، ايه معايير الاختيار؟ والله احنا بدانا في بدايه الاستعداد لبدايه الموسم الجديد. كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ومجلس الحكام عمل اجتماع مع اللجنه وحطينا معايير، ايه المعايير اللي بيها ممكن الحكم يوصل للمعسكر بتاع بورسعيد. عملنا الاول كشف طبي للحكام، كل من هو اجتاز الكشف الطبي حضر اختبارات في القانون والفيديو تيست وفي لمسه اليد، وايضا اللي اجتاز هذه الاختبارات حضر اختبار اللياقه البدنيه. ومجموع الحكام اللي نجح في الثلاث اختبارات دول هو ده اللي احنا جبناه معسكر بورسعيد للاعداد للموسم الجديد ان شاء الله. يعني افهم من كده ان 180 حكم فقط اجتازوا كل الاختبارات المطلوبه من 500 حكم؟ جميع الاختبارات اللي اتعملت للحكام اللي جم المعسكر كلهم اجتازوها باقتدار وباداء جيد. وان شاء الله ينعكس ادائهم في الملعب ان شاء الله في بدايه الموسم الجديد ان شاء الله. تمام. طيب الحكام اللي ما حضروش معسكر بورسعيد ايه وضعهم؟ لا اللي ما حضرش بقى، اللجنه برضو عملت خطه بحيث تتحرك الساده المحاضرين واللجنه الفنيه بتاعت لجنه الحكام انها تروح جميع الافرع الخاصه بالاتحاد للحكام في مناطقهم،
لشرح التعديلات وشرح القانون من تاني واعداد اختبارات من تاني. وان شاء الله كل ما هو يجتاز هذه الاختبارات هيكون له نصيب معانا ان شاء الله في الدوري ان شاء الله باذن الله، سواء المنتدى الف او المنتدى ب. تمام. طبعا اول امبارح يوم الاربعاء كان كوبر الدوليين، والحمد لله كل الحكام الدوليين الاساسيين والمساعدين اجتازوا الاختبار، والف مبروك للجميع. عايز اسال حضرتك على حاجه، هل معنى كده ان القائمه الدوليه مش هتتغير وهتفضل زي ما هي السنه دي، ولا ممكن يكون فيها تعديلات؟ لا بص، احنا الحمد لله زي ما حضرتك قلت عملنا الاختبار بتاع اللياقه البدنيه للحكام الدوليين والمرشحين للقائمه الجديده ان شاء الله، والجميع قبل بلاحة وأدوا اختبار على مستوى عالي، الناس كلها المقيدة في القائمة الدولية العام الماضي باستثناء أحمد توفيق طلب اللي هو مساعد الحكم الدولي لمرض كان عنده، يعني كان مريض، فده بيتأجلوا الاختبار بتاعه بناء على التقرير الطبي اللي بيقدمه. القائمة زي ما حضرتك عارفة أو زي ما الناس معظم المشاهدين عارفين إن ده بيبقى قرار في الأول والآخر، بيبقى اجتماع بيبقى بناء على مجلس إدارة الاتحاد وأيضا كفاءة الحكم دي نمرة واحد، واجتماع لجنه الحكام. فان شاء الله الكلام ده كله سابق لاوانه، لان احنا لسه بدري، الكلام ده لسه الشروط ما جاتش، بتيجي في اخر او في نص 8، ونعمل اجتماع لجنه حكام وتعرض على مجلس اداره اتحاد الكوره، وان شاء الله يكون الناس كلها بخير ويؤدوا اداء كويس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله بكره ختام معسكر الدوليين، وان شاء الله في بكره وبعده لغايه يوم الاثنين معسكر البنات. هيجروا الكوبر ولا لسه الكوبر شويه؟ هيكون ايه؟ هيجروا الكوبر، كوبر البنات. لا البنات هيجروا هيقطعوا لمعسكر تدريب تثقيفي وتدريب عملي. تمام. لاعدادهم لبدايه الموسم القادم ان شاء الله، او الموسم اللي هيبدا ان شاء الله الاسبوع الجاي. ولكن اختبار اللياقه البدنيه الخاص بيهم بخصوص المرشحات للقائمه الدوليه ان شاء الله هيبقى في نص 8 او في النص الاخير من 8 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله على خير، وربنا يوفقهم جميعا يا رب. في اي مشاكل حصلت في معسكر بورسعيد من اي من يعني من الحكام من عندكم؟ المعسكر بص بالمناسبه احنا بنشكر كل القائمين على المعسكر هنا في محافظه بورسعيد، سواء محافظه بورسعيد اللي ذلل كل العقبات هنا من استقامه النقل الحكام للملاعب التدريب. الناس هنا كلها قامت بواجبها على اكمل وجه، وبنشكرهم على الهواء من خلال حضرتك، وان شاء الله نشوفهم على خير في معسكرات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب المعسكرات بعد كده، لان احنا خلاص على اعتاب بدايه الدوري الممتاز، هنفضل كده المعسكرات في بورسعيد ولا هننقل للهدف تاني؟ لا الهدف دلوقتي في يعني في تصليحات، اعداد فندق جديد هيتاخر لمده سنتين، فاحنا المعسكرات بقى البركه في وزير الرياضه ان شاء الله الدكتور اشرف صبحي بقى يساعدنا ويوفق لنا اماكن ممكن فيها معسكرات للحكام ان شاء الله في الفترات القادمه ان شاء الله. بس اللي اعرفه ان الاتحاد بيدفع جزء من تكاليف المعسكرات دي، 50% وزاره الشباب بتدفعها و50% الاتحاد بيدفعه، صح كده؟ انا مش سامع السؤال كويس. 50% الاتحاد بيدفعها و50% الوزاره بتدفعها. والله دي مخاطبات متبادله بين الوزاره ومجلس اداره الاتحاد، وفي الاخر كله يعني الامور بتمشي في صباح الصح وبتخلص على خير، يعني مفيش مشكله خالص، كلها رياضه وكلنا بنكمل بعض، يعني مفيش مشكله ان شاء الله. يعني عموما احنا نتمنى ان شاء الله ان تقدموا موسم تحكيمي يليق بالتحكيم المصري، حاجه عاليه كده ان شاء الله، خاليه من اي مشاكل واي مشاكل ان شاء الله باذن الله ربنا يبعدها عنكم، وتمشوا كده في طريق كويس ان شاء الله. احنا ان شاء الله ان شاء الله نعمل موسم كويس ان شاء الله، والحكام يكونوا سبب في تقدم الرياضه المصريه والكره المصريه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور، الف شكر. شكرا جزيلا. شكرا. كده تقريبا ردينا على كل الأسئلة اللي وصلتني من خلال الحكام، دي الأسئلة يعني أهم الأسئلة اللي وصلتني، وأعتقد الرد كان واضح من لجنة التحكيم. نرجع لموضوعنا تاني، تعالى كده بقى، بما أن دكتور عزب عمل معانا مداخلة، هتطرق يعني كده لمعسكر بورسعيد وبعض التجاوزات اللي حصلت فيه. طب الدكتور ما عملش ليه؟ ما قالش؟ لا دي بقى الجزء ده الخاص بيه، الخاص بك انت يعني. الدكتور دخل معانا مشكور، جاوب على الاسئله. يشكر يشكر فعلا بالظبط، لان الاسئله دي ما حدش يقدر يرد عليها غيره.
طبعا يعني اول ما ابتدى معسكر الحكام ده قالوا ان لجنه التحكيم قعدت في الشاليهات. دي النقطه اللي انا دايما بقول ان في نقطه كده دايما هتبقى الدفاع عن حقوق الحكام، ودي اعتقد ان هي منها. قعدوا في شاليهات لكن الحكام قعدوا في غرف معينه اليوم في المدينه الشبابيه. طيب انا مش ضد ان هم يقعدوا في شاليهات، اللي هم مين؟ اللجنه نفسها، اللجنه واعضاء اللجنه اللي التانيين قعدوا في زي مدرسه مثلا في الغرف بتاعتهم في الغرف. انا مش ضد ان هم يقعدوا في شاليهات خالص، لكن انا ضد ان الحكام ليهم فلوس. طيب طالما انتوا عندكم فلوس كده تمام، ما تدوا الحكام فلوسهم وبعدين يقعدوا في الشاليهات براحتكم، ولا ايه رايك في الكلام ده؟ والله بص انا عايز اقول لك حاجه، يعني هو ما ينفعش المدرس يقعد مع الطالب، معلش سيبيني بقى دافع عنهم يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هم غصب عنهم هم المفروض كانوا بيعملوا المعسكر دوت او الخبرات ديت في الاسيوطي، عملوها مره في الاسيوطي، مرتين في الاسيوطي، نادي الاسيوطي دلوقتي بيراميدز عليه كلام، نادي الاسيوطي عليه كلام، فعملوها بورسعيد سنتين دلوقتي عشان الاسيوطي طلع ده دوري ممتاز. بس هوضح لك نقطه، انا هقول لك بس هقول لك فغصب عنهم هم بعدوا في بورسعيد علشان لو عملوها في اي حته في القاهره يقول لك ده بيجاملوهم عشان ايه؟ عشان النادي بتاعهم. فدي حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه يعني ما انا اكون انا اللي هراقب فاقعد في شريك كويس عشان اراقب وانا مرتاح وادي الدرجات وانا مرتاح؟ لا بس هقول لك على حاجه، هي دي مش موضوع درجات، في حاجه اولا يعني في الاول الحاجات دي كانت ببلاش. يعني يا رب تقعد في كل واحد فيكم في شاليه. يعني الصوتي كان بياخدهم ببلاش في الاول؟ كانت المعسكرات دي كلها يعني كان وزير انت الرياضه عشان 50% الاتحاد ما بيدفعش حاجه خالص. تمام، دلوقتي الوضع اتغير، السنه دي الوضع اتغير بقى 50% و50%. حلو. كم طيب كم حكم، كم حكم هم راحوا؟ 180. حلو جدا. وكم لجنه؟ اعضاء اللجنه يعني 10؟ لا ما يكملوش 10. طيب اما يبقى 8 غرف ولا 7 شاليهات ولا 180 شاليه؟ يعني هم عملوا انا يعني ما بقولش ان هم يقعدوا في شاليهات، يعني انا ضد ان طالما موجوده فلوس يبقى ندفع فلوس الحكام. اصل 8 شاليهات مش هيجيبوا فلوس الحكام، يجيبوا جزء منها. جزء يعني كام بتاع اي حاجه؟ احنا بص اقول لك على حاجه، لا انا بتكلم والله بصوتهم لان يعني انا بقى دي كانت شكوى والله، وكانوا متضايقين جدا. قالوا يعني طب يدونا فلوسنا، طالما عندهم فلوس تمام، طب ما يدونا فلوسنا يا جماعه، ادونا فلوسنا. يعني اصل الشاليه مثلا في بورسعيد، انا عارف الشاليه في بورسعيد مثلا نقول 500 جنيه 50% يعني 250 جنيه ثانيه واحده بس 250 جنيه في خمس شاليهات يعني 750 يعني 1250 جنيه هيدوا مين؟ ده الحاجه باخد 3000 جنيه في الماتش يعني 1250 برضه مصمم. طيب ماشي. طيب انت اللي جبتيني بقى، انت اللي لا يا ده انت هتنورني. لا طبعا خالص والله. لا اصل انا بص بتكلم الصح، انا 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 كمدرب كمدير فني ما اقعدش مع اللعيب، لازم اتميز عن اللعيب. ليه؟ لان انا اللي بقوده، ما ينفعش ابقى اقل منه ولا معاه. حضرتك دلوقتي في سكة الحديد صح؟ فلازم لازم اللي هو اللي بيرقص او بيقود لازم يكون قاعد احسن من الموجود. ليه؟ موجود. عشان يقود صح. انما لو كان قاعد وحشه مش هيقود 180 واحد، هيبقى زهقان. هم مش 180، هم على دفعات، مش بيقودهم كلهم مره واحده، هم على دفعات. خمس افواج. خلينا ندخل على نقطه تاني، وهي طبعا بيتم توزيع الحكام افواج، خمس افواج. كويس. ففي بعض من ضمن برضو دي الشكاوى اللي وصلتني، وانا للامانه لازم اعرض كل حاجه بتوصل. طبعا طبعا، بس انا بتكلم على اللي انا شايفه صح، مظبوط. يعني حضرتك هم اللي صح وانا اللي غلط؟ لا لا، وممكن حضرتك رد حضرتك يقنع كتير جدا اللي بعته، يعني اللي بعته اتكلموا على الشاليهات يا جماعه، رد كابتن جمال اهو، اعتقد ان هو ممكن يكون مقنع ليكم. تمام كده. النقطه الثانيه بقى، تم توزيع الحكام على خمس افواج. سين مثلا جه في الفوق الثاني، واخص على فكره يعني بالتحديد الحكام اللي شغالين في الجيش والشرطه. فانا قلت يا رفعت سماعه التليفون، يا جماعه انا مش هينفع معايا المعده، انا عندي ماموريه او عندي سفر او صح. اعتقد دي يعني اقل حاجه اقدم اقول له ماشي، مش فاضي الفوق الاول اجيبك الثاني، مش فاضي الثاني اجيبك الثالث. اعتقد ان مفيش مشكله في صح كده. مشكله خالص. تم رفض الموضوع ده نهائي، وكابتن عصام رفض الا في حاله واحده بس وافق فيها، والكلام ده يا جماعه انا بقوله وعلى مسؤوليتي، حصل الكلام ده، حصل لما انا كحكم وعندي ظروف وكلمتك وقلت لك هنقل من فوق لفوق لظروف شغلي
وبخص في كلامي برضو زي ما قلت لحضرتك، لان الجيش والشرطه الحاجه الوحيده اللي مش هقدر يعني، اصل ده واجب وطني انا ما اقدرش اتكلم فيه. صح. فانا كحكم مين؟ طيب ماشي. طيب ناخد تليفون ونرجع ماشي تاني. ماشي. كابتن ايمن اتفضل. ايمن الجيش. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف مبروك يا كابتن على البرنامج الجديد. الو ايوه مين مين معانا؟ مين معانا اصلا؟ مين معانا؟ كابتن ايمن صيام من اسكندريه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا بصبح على الكابتن جمال عبد الحميد كابتن منتخب مصر وكابتن كل الناشئين في مصر. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. انا سعيد اني بكلم الكابتن جمال النهارده والله. ربنا يخليك. ربنا يحفظك ومنور قناه الصحه والجمال. ده انت اللي منور دلوقتي بتليفونك الجميل ده. الله يخليك يا ابو الكباتن. اولا انا بحب اسال الكابتن جمال عبد الحميد عشان ما اضيعش وقت البرنامج، رايه هو يعني يفضل مدرب منتخب مصري ولا مدرب منتخب اجنبي في الوقت الحالي واحنا عندنا مباراه كمان شهر؟ ماشي. النقطه الثانيه، هل من المعقول ان يختار الجهاز الفني للمنتخب اتحاد كره فشل في رسم صوره طيب مصر في كاس العالم بما يليق بشعبها وجمهورها؟ طيب. دي نقطه. اتحاد الكرة اساء للاعبين وعلى راسهم الكابتن محمد صلاح في كاس العالم في روسيا اللي خلوه محتاج يتعالج نفسيا بعد ما كان جاي لنا زي الورده المفتحه من انجلترا وجاي هو هداف الدوري الانجليزي. وهل من المعقول ان اتحاد الكرة حواليه شبهات ماليه واداريه يدير شؤون الكرة في مصر الى الان؟ وهل اللجنه اللي شكلها وزير الشباب والرياضه كانت بمثابه مسكن للجمهور علشان الجو العام يهدى في مصر؟ دي طيب. كل الاسئله دي ما شاء الله ما شاء اسئلتك. واتمنى ان حضرتك تفضل لنا عليها لان انا عارف صراحه حضرتك وعارف مصداقيتك وعارف احترامك عند الجمهور وبتحترم الجمهور وبتحترم المشاهد وفي نفس الوقت المشاهد المصري اهلاوي وزملكاوي اتحاداوي كلهم بيحترموا الكابتن جمال عبد الحميد. وانا بحبهم كلهم طبعا. بشكرك جدا كابتن ايمن وشكرا جزيلا. طبعا اسئله كابتن ايمن هرد جدا. عليها بس يعني ايه نكمل بس نقطه اخيره وحتى لو ما لحقناش كابتن جمال هيبقى معانا حلقات تاني كتير ان شاء الله يعني قدام الجمهور بقى هو اللي عايزك. فبس نقطه الحكام، فاتصل بحد من حبايبه في الاعلام، اتصل على كابتن عصام قال له لا ده اتغير له الميعاد. كابتن عصام قال له امين حاضر غير له. فهل يجوز باللي اتصل؟ لا مش مهم بقى، مش المهم ان في اتصال حصل وطبعا الجميع عارف الموضوع ده والموضوع يعني معروف يعني. بس الساده مش هيك ما يعرفوش قولي مين الساده. ما انا مش عايزه والله يعني ادخل اسماء في الموضوع. صح. لا لا بلاش اسماء. فاهم قصدي؟ وحضرتك عارف احتراما احتراما لكل الجهات. صح. صح. ولكن حق الحكم، انا ما اجيبش اي لوم على الحكم ولكن يا ريت بالظبط يا ريت يا جماعه نمشي بلاش مبدا الحب والكره اللي احنا ماشيين بيه. يا جماعه استقيموا يرحمكم الله وامشوا يعني العدل كويس على الجميع، لاما هتقفل باب التغيير فوق من فوق لاخر اقفلوا على الجميع، لاما المفروض ان هو اصلا يكون مفتوح للجميع. صح. اعتقد كده عشان ظروف وما الجيش والشرطه دي. وما طبق في هذا الموضوع قيس عليه بقى بعد كده في اختيار المباريات. زي ما اتصلت عليك وقلت لك فلان ده تأجل له، ممكن اتصل عليك واقول لك فلان ده تلعبه مباراه ما تلعبهوش مباراه، وارد جدا. صح. لان صح. الامور متداخله ومتشابهه. فتحت الباب بالظبط. فتحت الباب. فاتمنى يعني دي طلب يعني العداله مطلوبه. انا كحكم مش هدي كل اللي عندي، مش هشتغل بنفسي كده راضيه وصافيه غير لما احس ان انا بتعامل معامله فيها نوع من العداله. بلاش مبدا الحب والكره اللي عند ناس كتير في لجنه التحكيم. نرجع تاني بقى مع كابتن عبد الحميد. بص يعني كابتن جمال عايز اقول لك على حاجه، نادي بيراميدز اللي ظهر مره واحده انا شايفانه داخل بتقله خمس لعيبه من برازيل ولعيبه من الزمالك ومن الاهلي افضل لعيبه في الدوري المصري بيبتدي يشتريهم. شايف ايه؟ شايف الاهلي والزمالك هيبقى فين في وسط الموجه دي؟ الانديه الدوري المصري الباقيه هتبقى فين ومكانها هيبقى فين بعد اللي حاصل من نادي بيراميدز؟ احنا مش ضد الاستثمار ابدا ولكن ضد الظهور بالصوره الغريبه دي في الكره المصريه. عندك حق. يعني هجاوبك بسرعه كده بس بعد ما اجاوب على ايمن بعض الاسئله بسرعه لان الراجل دوت يعني اتصل وقال كلام حلو. تمام. وانا هقول لك على بيراميدز دلوقتي بسرعه. تمام. اول حاجه ماشي. بالنسبه
انا بفضل مدرب مصري. تمام. وحسن شحاته وحسام حسن موجودين في مصر. تمام. فاحنا مش عايزين اجنبي. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للجنه الشباب والرياضه اللي في اتحاد الكوره دلوقتي، لا هي مش مسكن، لان اصلا الدكتور اشرف صبحي عايز يمشي الرياضه صح، علشان فعلا هو جاي عشان يعدل المسار، يعيد اصلاح الكره المصريه. اه بعد ما كانت هتبتدي تتعوج فعلا. صحيح. فالدكتور اشرف صبحي مش عاملها مسكن ولا حاجه، لو طلع فعلا في حاجه هيبقى في حساب، لو طلع ما فيش حاجه كلهم طبعا كلهم محترمين وعلى دماغنا. احنا بنتكلم على اداريا وليس في كشخصياتهم. تمام. كل شخصيات احد الكره احنا بنحبها لانهم اصدقائنا، انما الاداره اللي هم بيديروا بيها هي اللي مزعله الجمهور. حكايه ان هم يختاروا مدرب، من حقهم يختاروا مدرب لان هم لسه اتحاد الكوره. فمين هيختار المدرب؟ الصحفيين ولا الخبراء ولا العلماء ولا الاعلاميين؟ لا، هم اتحاد الكوره اللي يختاروا المدرب لغايه، عشان هم لسه في المراكز. نخش في نادي بيراميدز. نادي بيراميدز انا بالنسبه لي يا ريت التجربه تنجح. ليه؟ لان احنا دايما نقول ادي العيش لخبازه. فالعيش لخبازه مين؟ حسام البدري على راس المجموعه، احمد حسن موجود معاه، هادي خشبه، ثلاثه من نجوم مصر الكبار جدا. صحيح. في التدريب وفي الاداره، وهادي خشبه بالنسبه لنادي الصوتي هو اللي صعدهم، هو اللي خلاهم بالشياكه ديت، ومع علي ماهر. فالمجموعه كرويه، فاتمنى النجاح ليهم عشان المجموعه الكرويه تقول للناس ان الناس الفهلويين اللي دخلوا على الكوره وهم مش كرويين، لا ادوا العيش لخبازه بقى، خليها مع الكرويين، عشان الكرويين بص قدروا يجيبوا لعيبه كويسه. فعايزها تنجح، مش تنجح يعني مثلا ايه تاخد دوري تاخد كاس، لا. انا عايز المنظومه تنجح، الناس فعلا تنتبه ان في نجاح من نجاح في المجموعه دي. لان لو نجحت النادي ده بالذات هترجع الناس الخبراء يمسكوا تاني الانديه. صحيح. مش هيبقى في بقى رجال اعمال، ويبقى في ناس بتخش بالباراشوت وناس كذا وناس كذا. فنتمنى انها تنجح. في سؤال جاي لي بيقول لك من الاعداد، السؤال ده على فكره بيقول لك بيراميدز هياخد الدوري؟ لا لا طبعا. احنا بص احنا بقى لنا من سنه 2001، انا بقول له من 2001 لغايه 2018 17 سنه الاهلي والزمالك بيتقاسموا الدوري من ساعه الاسماعيلي ما خدوا 2001. فلسه بيراميدز مش هيخش في الدوري قوي الا لما ايه يقدم شويه وكده، انما المجموعه نفسها انا نفسي تنجح يعني ان شاء الله. وبعدين الله. اربع لعيبه اجانب في الملعب دي جديده علينا، بعد ما قالوا ممنوع هم ثلاثه فطلع اربعه، فدي فيها كلام. انتوا رجعتوا في كلامكم ليه؟ فيها كلام يعني. انا اتمنى اتحاد الكوره ما يحطش نفسه في شبهات دايما، يعني ياخد القرار ويفضل القرار. وانا اتمنى يعني بدون مقاطعه حضرتك ان اتحاد الكره يقدم استقالته بعد الفتره اللي فاتت دي كلها، وكم الفشل اللي شفناه في اكتر من حاجه، وظهور الكره بالنسبه لينا بالمظهر ده. انا اتمنى ان هم يقدموا استقالتهم، بس ده دي امنيتي الشخصيه، مش عارفه انتوا عايزين ايه بصراحه. انت بس بتقولي كده عشان بره اتحاد الكوره، انما لو في اتحاد الكوره هتحافظ على الكرسي ده. يمكن هو دلوقتي ما هو كل واحد في مكان بيحاول ان هو يحافظ للاسف على الكرسي اللي هو عليه. بدون مش غلطانين ازاي واللي عملوه في المونديال؟ طلع في المؤتمر قال كل حاجه حلوه، ما كانش غلطان. وصلناكم افريقيا، وصلناكم كاس عالم، انت عايز ايه تاني؟ وصلتنا ايه ورجعت لنا بصفر؟ للاسف يعني يا جماعه الوقت البرنامج انتهى بصراحه، الوقت مع حضرتك عدى بسرعه بصراحه. بس نوعدكم ان شاء الله كابتن جمال هيبقى معانا مرات تانية كتير علشان نكمل مواضيع كتير اللي معانا. طبعا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده والله. ربنا يخليك، ده انا سعيد جدا والله. والله احنا اسعد. الف مبروك، ربنا يخليك. ان شاء الله من تقدم لتقدم للصحه وجمال وحضرتك يعني. ميرسي، ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، وصلنا للنهايه على وعد ان شاء الله بلقاء اخر الاسبوع القادم في نفس الميعاد. دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.